طيب هنتكلم بقى على تشكيل النادي الاهلي طبعا. تمام. وهنعلق على كام حاجه نربطهم يعني بتشكيل نادي الهلال. اول حاجه علي لطفي طبعا في حراسه المرمى. يا جماعه معلش جمله كل مره معلش جمله كل مره اتفضل. تشكيل هذا التشكيل ليس معلومه. هذا التشكيل من وجهه نظر محمد جمال. اتفضل يا محمد. طيب في حراسه المرمى طبعا توقعات يعني طبعا علي لطفي الثلاثي اللي هيلعب في خط الدفاع. هنتكلم على حمدي فتحي هو اللي هيلعب في النص. ودي نقطة هروح لك في سؤال قبل ما اروح للتشكيل. بحكم ان حضرتك واحد من افضل الزهراء اللي لعبوا ناحية اليمين في الكرة المصرية. لما اجي اتكلم على لعيب زي ياسر الدوسري سالم الدوسري، سالم الدوسري لعيب مميز جدا في الون في وان او في الواحد على واحد. انا لو انا دلوقتي محمد هاني هفضل ان اللعيب اللي يلعب ورايا الرايت سنتر باك وانا بلعب في 3 4 3 يكون لعيب حركي خفيف يقدر ان هو يكفر ورايا، ولا لعيب ستاتيك زي ياسر ابراهيم؟ يعني هروح للاوبشن محمد عبد المنعم يبقى مريحني اكتر وهو في ظهري، ولا هروح لاوبشن ياسر ابراهيم؟ محمد عبد المنعم. يعني محمد عبد المنعم هو اللي يكون موجود في وجهه نظري انا يكون موجود في الرايت، وياسر ابراهيم هو اللي يبقى موجود الناحيه الثانيه عشان يقفل على موسى مريكا. موسى يعني قوي بدنيا سريع كذا فيقابل ياسر افضل، وجهه نظري برضو. تمام. محمد هاني هيبقى وينج باك او جناح ظهير ناحيه اليمين، علي معلول وينج باك ناحيه الشمال، ثنائي في وسط الملعب اليو ديانج وعمر السوليه. هنتكلم على الثنائي المهمين جدا احمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف. الادوار اللي هتبقى مطلوبه بشكل كبير جدا جدا من الثلاثي ده طاهر محمد طاهر ومحمد شريف. طاهر محمد طاهر طاهر ناحيه اليمين ومحمد شريف راس حربه واحمد عبد القادر وينج ليفت. ليه طاهر محمد طاهر؟ علشان الدور اللي احنا كنا بنتكلم فيه هنا مع محمد هاني، علشان هو يقدر ينزل يقطع المساحه دي ويقدر يقفل على سالم الدوسري، كمان يستغل المساحه الاكسلريشن او القدره على التحرك السريع والقوه الانفجاريه اللي عند طاهر محمد طاهر في المنطقه دي افضل شويه من حسين الشحات، علشان يقدر يشتغل في المنطقه دي، علشان يقدر يشتغل في المنطقه اللي ورا ياسر الشهراني، اللي ياسر الشهراني عنده مشاكل كتير دفاعيه، وشفنا الغلطه بتاعت الهدف والترحيل، ولما نيجي نتكلم على الاخطاء والهفوات اللي موجوده في خط دفاع الهلال هنتكلم على الاثنين لعيبه دول تحديدا، السبيس اللي ورا ياسر الشهراني، السبيس اللي ورا محمد البريك او سعود عبد الرحمن، لان سعود عبد الرحمن هو اللي لعب المباراه الاولى مع الجزيره، ومحمد البريك هو اللي لعب مباراه تشيلسي، فمين اللي هيكون موجود فيهم؟ في الغالب محمد البريك خبراته اكبر بكتير، لكن هو ما استعادش عافيته بعد الاصابه، اصاب اصابه طويله ورجع من 3 شهور بعدها ما استعادش عافيته تاني، فالسبيس المنطقتين دول لعيب مهم جدا 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 لازم يضغط عليه محمد شريف طول الوقت. هو اللعيب علي البليهي، علي البليهي واحد من اكتر اللعيبه اللي بيبقى مرعوب منه جمهور الهلال، لعيب كثير الكروت، بياخد انذارات كتير، بياخد كروت حمراء كتير، لعيب عنيف وعصبي جدا جدا جدا، حتى خد انذار في نهايه المباراه اللي فاتت، واخد 8 انذارات في الدوري السعودي في اول 17 جوله، فده من اللعيبه اللي بيتخوف جدا فريق الهلال وجمهور نادي الهلال منه. فمحمد شريف لازم دايما يشتغل عليه، على الرغم انه الخط الاول لبناء الهجمه هو يونج سو، هو اللي بيطلع دايما من ناحيه الرايت، هو الخط الاول لبناء الهجمه، علشان كده محمد شريف دايما يحاول ان هو بيشتغل في الحاله الهجوميه انه يبقى علي البلاي، في الحاله الدفاعيه واحنا بندافع هيضغط على هيونج سو علشان قدر الامكان ما يخلوش يعمل البيلد اب وما يطلعش لجوستافو كويلار هنا في وسط الملعب اللي هو لعيب مركز 6. وهنتكلم على جوستافو كويلار ومحمد كنو لما نوصل للحالات. طيب هو مهم جدا علشان برضو احنا بنتكلم عن الحالات اللي معانا. المفتاح في المباراه وجهه نظري الناحيه الهجوميه، لانه دايما الناس لما بتيجي تتكلم بتتكلم على انه 3 4 3 بتقلل من دورك الهجومي كاهلي كنادي اهلي طبعا. فبتقلل من الدور الهجومي، وبالتالي مفتاح نجاح هذه الطريقه بيبقى عمرو السوليه طبعا. ليه؟ لان اليو ديانج بيبقى ملتزم اكتر مع الناحيه الدفاعيه هو وحمدي فتحي، لان في الفقره اللي قبل دي كنت بتكلم ان حمدي فتحي هو اللي بيعمل ايه، هو اللي بينجح شكل الاداء او شكل الطريقه اللي بيلعب بيها سواء 3 او 4 ورا، مش 3 4 3 يعني 4 2 3 1 او 4 3 3. وبالتالي الاثنين اللي بينجحوا الطريقه دي حمدي فتحي في الناحيه الدفاعيه مع اليو ديانج، ثم عمرو السوليه الرابط ما بين الهجوم والدفاع واللي يخليك تحس ان انت بتهاجم، اللي هو كان بيقوم بدوره مجدي قفشه. هو اللعيب اللي بيعمل الربط دايما عمرو السوليه، والدور اللي هيبقى واخده عمرو السوليه خليني اقول لك انه
بسبب وجود محمد كينو وماتياس بيريرا تحديدا بيشتغلوا في العمق. بنيجي نتكلم على الهيت ماب او الخريطه الحراريه بتاعت ماتياس بيريرا. ماتياس بيريرا بيشتغل بعرض الملعب كله، فهو بيتواجد دايما في المنطقه اللي فيها الكره عشان يعمل الزياده. في المباراه اللي فاتت تحديدا امام تشيلسي كان بيشتغل ناحيه اليمين، فلازم السوليه هينزل يشتغل معاه، فهو ده هيبقى مطلوب من السوليه دور مضاعف، انه يقفل السبيس مع اليو ديانج عشان ما يسيبش اليو ديانج زي المباراتين اللي فاتوا يشتغل لوحده، وفي نفس الوقت هو اللي يعمل لك الربط.